هاي سلام، احاول اجرب ايه الهيتش هايكنج، يعني تقريبا ممكن اول مره في حياتي اجرب الهيتش هايكنج. مش عارف الناس هنا هيردوا، مش عارف بيعملوها ازاي كده، تقريبا مش عارف اعمل هيتش هايكنج، مش عارف بيعملوها ازاي كده. محدش راضي يقف لك ده، يعني انا محروق جدا على فكره. مشكله ان هنا ولا في اوبر، يعني اوبر والتوك توك وكده، يعني اوبر وتستنى في عربيه جايه. كان ايوه والله العظيم، كان ايوه والله يا جدعان، انا ابن ناس اقسم بالله. انا بس الرخصه اللي بهدلتني والله، كنت سبت الرخصه يعني خلاص، كتر العربيات يعني. ساعة ما طلعتها اصلا ما ركبتهاش غير في حادثة واحد صاحبي، وديت له عربيته الاسم وكانت تتاخد مني ساعتها. فبقى شفت حسام غالي بتاع الكرة كان داخل الجون، بس حلوة الجون. يا جدعان يا جدعان، مفيش حد هنا والله، انا خايف الشرطة تيجي تاخد. ايه ده؟ ايه المدفون ده؟ ما انا يا اما هوصل ان شاء الله باذن الله، يا اما هتثبت، بس هنا مفيش تثبيت، هنا الدنيا امان ان شاء الله يعني. راجل محترم قال لي هلف، وبعدين مش لاقي عربية. بس بصوا الجبال هنا، لو الواحد نفسه يعمل هنا كامبينج. مفيش حد طبيعي بيبقى ماشي ماسك كاميرا في نص الصحراء ماشي على رجله يعني. شكرا، احلى حاجه الناس بتثق فيا يعني. بص يعني كلهم عمالين فاهم يامركوا كده عليا عشان ياخدوني معاهم على السكه، طبعا عشان انا معروف ومشهور فشخ طبعا، يعني كله بيتامرك عليا، بس انا طبعا يعني لا شكرا شكرا فاهم. حد يوصلني والنبي، اي حد. منظر الجبل هنا تحفه. نفسي اجرب الهيتش هايكنج من زمان، بس مش لاقي حد يعبرني. ايه اللي رماني على البهدله دي؟ بس ايه اللي رماني انا على البهدله دي والله. بس الجبل ده منظره تحفه كده يعني، منظر الجبل ده يعني. كل حاجه الناس بتبقى معديه كده بتبص لي ايه، بترفع عينيها كده اللي هو مش شايفني يعني فاهم. بس برضه لازم نعذر الناس يعني، الناس برضه خايفه عشان كورونا وكده، وانا مش لابس ماسك مع ان الماسك والله موجود يعني، بس هو اي حد يقف يعني مش عارف، بس هو يعني انت شكرا. يلا لا الاتوبيس ماشي، استنى 10 دقايق تاني في اتوبيس بتعدي من هنا ولسه ماشي. لا لا، عارف لو انا ما كنتش وقفت عشان اعمل هيتش هايكنج. اكيد مش هتقف واحده ست يعني، عيب وانا قليل الادب قوي بعمل هيتش هايكنج لواحده ست. ايه اللي الادب دي؟ استنى بقى 10 دقايق غالبا الاتوبيسات اللي انا يعني الاتوبيس اللي انا ايه يعني، هو انا ركبت اتوبيس من جوه كان هينزلني غردقه اللي هو بتاع مش عارف اسمه ايه كده، باص كده، فنسيت الرخص فرجعت اخدتها. الراجل نزلني هنا وانا مشيت كل السكه دي لحد البوابه اللي هناك اللي هي مش باينه لحد دلوقتي يعني. انا بقى لي اهو بتاع نص ساعه ماشي عشان اوصل بس لل اسمها ايه، اليوتيرن اللي انا نزلت عنده. هقف بقى هنا ان شاء الله استنى اتوبيس عشان هيتش هايكنج ده عيب، عيب في زمن الكورونا، عيب 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 خالص.